السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما هو معروف عليا بالماراثون، معكم سعيد عويطة البرنوسي أداء ديال لي ماراثون. عندنا واحد الذكريات مع هاد التصار في 2010، واللي مثلت فيه عمارة البرنوسي الدار البيضاء، ولاية الدار البيضاء في الماراثون. ماراثون والصدرية اللي كتحمل 177، وكان الإشهار هو مارزا ماروك. ها هو لاطات، ها صدرية ماراثون 42 كيلومتر. وبسبتي كعداء اللي شاركت في ماراثون ديال الدار البيضاء، وانتم كتعرفوا ماراثون ديال الدار البيضاء من أصعب لي ماراثون، وحققنا واحد إنجاز ديال رتبة 29. وكان بالنسبة لي أنا كثرة المشاركين اللي كاينين في الماراثون اللي كتواجد أون تيت، توت لي زاتليت مزيانين. إيوا هاد الدوسار، تنتمنى من الناس اللي شاركوا في الماراثون ديال 2010 سيبطوا لينا لي ميساج، واللي عنده بحال هاد الدوسار يجي يحاول يبغي يتحداني في هاد لي دوسار. إيوا تنبيه المشاركة ديالي، تنتمنى من شي عداء ديال الماراثون يصيفط ليا ميساج في القناة ديالنا سعيد سبور ماراثون، اولا يدير واحد لابتي فيديو ويورينا الدوسار ديال 2010. تنبغي نبين بانني كنت عداء، وعندنا الدليل باننا كنا تنمثلوا على عمالة البرنوسي في واحد الوقت اللي كان صعيب باش بنادم يلعب ماراثون اولا باش يمارس الماراثون، يعني كان صعيب بزاف. ايوا اخر طلب اللي تنطلب من لي زاتلات اللي عنده بحال الدوسار، سابت لنا ميساج او اللي ورينا هاد بانه كان شارك في 2010. اخوان الله يعاونكم.